البرلمان لهدفين. الهدف الأول هي لدعم الملف الموقوفي والموقوفات الذين شملتهم عقوبات تعسفية ولا قانونية من طرف وزير التربية الوطنية، والذي بلغ عددهم أكثر من 500 موقوفة موقوفة، وتم إرجاعهم نتيجة الضغط الممارس من طرف التنسيقيات الوطنية الميدانية، إرجاعهم على دفعات مصحوبين بإنذارات، مصحوبين بتوبيخات، ومصحوبين بتوقيفات مؤقتة عن العمل لمدة 7 أيام، وبقي 7 موقوفين رهن الاعتقال كرهائن لدى وزير التربية الوطنية، ولحدود اليوم لم يتوصلوا بأي قرار مهما كان نوعه، سواء بالتبرئة أو بالإدانة بين قوسين. جئنا اليوم لنقول لوزير التربية الوطنية وللحكومة، يجب سحب القرار التعسفية، يجب سحب كل التوبيخات وكل الإنذارات والتراجع عن كل التوقيفات، وعودة موقوف للموقوف بدون الشرط إلى عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. جئنا اليوم كذلك لنقول لوزير التربية الوطنية بأن أسباب ودواعي الاحتجاج لا زالت قائمة، والتي خرج من أجلها العشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم في الحراك التعليمي لمشهد المغرب مثله، لا زالت دواعي وأسبابه ما دام الموقوفين بيننا، وما دامت العشرات من الملفات العامة والملفات الفئوية قائمها وعلى رأسها الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق استعجل في 2011 المتعلق بترقيات المتقاعدين والمزاولين ابتدائي والإعدادي إلى خارج السلم بالأثر الرجعي المادي والمالي من 1/1/2012. شكرا. اليوم من أمام البرلمان، واستمرارا في معركتنا النضالية التي بدأناها منذ بداية الموسم الدراسي، نقف اليوم للتنديد وللمطالبة بإرجاع المطلب الأول، إرجاع كافة الموقوفين بغير قيد أو شرط. كما يعرف الجميع ما زال هناك 7 موقوفين ظلما وعدوانا على بدون قانون وبدون سند. الوزارة تنتقم من حراك نساء ورجال التعليم في شخص الموقوفين. كما نطالب بسوية الوضعية المادية والإدارية للموقوفين الذين تم إرجاعهم في الشهر الماضي، وكذلك نطالب بسحب العقوبات التعسفية التي طالت كل الموقوفين وكل الذين شاركوا في الحراك. الحكومة بهذه السلوكات السادية وبهذا الانتقام وبهذا الحقد في التعامل مع قطاع ونساء ورجال التعليم تدفع بالقطاع إلى الاحتقان، تدفع إلى موسم دراسي محتقن منذ الآن. لذلك نطالب بعد إرجاع كافة الموقوفين وسحب التوقيفات وسحب العقوبات وتسوية الوضعية المادية والإدارية بالجلوس والنزول من هذا الكبرياء ديال الحكومة مع تنسيقيات لمناقشة باقي الملفات العالقة، لأنها هي التي سببت الحراك، وهي التي كانت سببا في خروج الشخيرة التعليمية، وهي التي ستكون وقودا في أي حراك قادم. فالحكومة خصها تكون على بال، والوزارة تكون على بال، بأن ما تفعله الآن هو صب للزيت على النار، هو محاولة لإشعال الحراك من جديد. فإذا كانت النقابات أو التنسيقيات قد تفهمت وتداركت الموسم الدراسي دعما ومؤازرة ووقوفا مع التلاميذ، ونحن نرى أن النتائج كانت غير مسبوقة هذه السنة في البكالوريا، فهذا دليل على أن رجل التعليم هو الذي له غيرة. تحية نضالية عالية
لكل القابضات والقابضين على الجمر، الحاضرين الان واللي متعاطفين واللي متضامنين وما قدوش يوصلوا اليوم من مناطق نائيه. كنقول لهم اننا اليوم حنا كنوبوا عليكم في واحد العمليه اللي هي بسيطه. اولا تنقولوا للوزاره والحكومه اللي كتقول لنا ان الملف ديال التعليم راه منتهي وان الامر ديال الموقوفين راه منتهي لدرجه ان كاين ناس شغيله التعليميه اللي كتعتقد ان الامور راه هدات. لا كنجيو نقول لكم لحد الان باقيين معنا موقوفين لا لشيء، وباقيين كناكدوا عليها لا لشيء الا لانهم طالبوا بواحد الحق اللي كان بسيط وواضح، وخرجت الوزاره كتعترف بانها خرجت واحد النظام اساسي مجحف وفاشل، بالتالي كان عندهم الحق لاش خرجوا. كيجيو اليوم كيعاقبوهم تعاقبهم بواحد التوقيفات اللي هي تعسفيه، بواحد المجالس التاديبيه اللي هي غير شرعيه، واكثر من ذلك كاين اللي باقي ما توصلش حتى باشنا هي هذه العقوبه اللي غادي يعطيو لهذا السيد اللي خرج كيغوت على حقه. كنلقاوهم اليوم وصلوا لسبعه ديال الموقوفين لاكثر من سبع شهور، هذه هما مقطوع عليهم الماندا وكنسطر عليها، يعني قطع الارزاق، يعني غادي نجوعوا هاد الاساتذه باش الاخرين ما يعاودوش يحتجوا. هاد الشيء واضح وباين، ولكن كنجيو اليوم كناكدوا التضامن ديالنا معاهم وكنطالبوا من الوزاره وكنقولوا لها دوزنا لكم الامتحان بخير وعلى خير، ولكن راه باقي سنه اخرى وسنه اخرى وسنه اخرى، فاما ينتهي هاد الاحتقان بانها ترجع هاد الموقوفين وتسحب جميع العقوبات، كنقول جميع العقوبات اللي مديوره بشكل اللي هو غير مشروع بالحيف، وثم الملفات المطلبيه راه حنا ما نسيناهمش، راه هما باقيين وغنعاودوا نرجعوا وغنرجعوا اقوى. حنا كنجمعوا القوى ديالنا الان وحنا معاكم حتى نشوفوا الحل الحقيقي والواقعي لهذه المشاكل، ماشي فقط دار الرماد في العيون.